السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة عالم ماريو أم آدم. اليوم وصفة جديدة اللي هي عبارة عن بريوات أو محنشات بعجينة المسمن بحشوة رائعة ولذيذة جدا جدا. وهاد البريوات أو المحنشات يعني تيجيهم قرشين ولداد مائدة رمضان أو عشاء أو غداي، تيجيو روعة. وبقوا معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي بصلة، بصلة خضراء شلتها كي رقيقة يعني باش مني طيب تذوب وما تبقى ليش باينة. هنا عندي خزوية، هنا عندي جزرة واحدة اللي نقيتها وحكيتها يعني بهذه الطريقة هذه. هنا عندي قريعه خضراء حتى هي حكيتها بنفس الطريقه اللي حكيت بها خيزو. وهنا عندي واحد الطريس ديال الثومه حتى هو حكيته ورديتهم هنا على البوطه. غادي نشحرهم واحد شويه وها نتوما معايا. هنا نزيد واحد شويه ديال الزيت ودي نشحروها على بوطه شويش عاليه باش ما تلقناش ديك الخضره ديالنا الماء، وداك الماء يعني تيتقبلنا دائما العجين. صافي تنبقى نحركوها شويه على ما تتشرب. وهنايا ضفت لها واحد تقريبا يعني ربعه ديال صدر ديال الدجاج. انا تندير صدر الدجاج تنجيبو تندوزو في الهشوار باش ما تجيش هكا كثير بزاف، تجي واحد شويه يعني بحال قطع رقاق بزاف. نخلطها مع الخضيره ونخليها حتى هي تشحر معهم مزيان. هنا بعد ما تشحرت الخضيره وتشحرت مع داك الدجاج، انا كنت سرقه شويه ديال الفيرميسيل يعني غير واحد شويه ماشي كثير، وقطعتها وضفتها على داك الخليط ونحركها شويه. داك الفيرميسيل يعني تتشرب لنا الا كاين شي ماء في ديك الحشوه باقي فيها الماء. ومن بعد عاد نزيد لهم التوابل. التوابل عندي هنا الابزار، شويه ديال الكمون، عندي هنا شويه ديال الحار اختياري، تحميره، شويه ديال السكينجبير. غادي نضيفوهم للحشوه ديالنا ونخلطو. ما تنديرهمش في الاول باش ما تيتحرقوليش مع ملي تنكون تنشحر. دابا عاد تنديرهم ونضيف واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس. انا عندي يعني مبونجولي غير يشرب ديك الفيرميسيل، تشرب شويه ديال يعني ديك النكهات اللي كاينين تما. وغادي نطفي عليها. خلينا الحشوه تبرد وندوزو دابا للعجين. عندي فيه نص كيلو ديال الطحين ديال الفرص يعني الطحين الرطب. عندي هنا فيه ربعه ديال الفينو، دقيق قمح يعني رقيق. عندي هنايا قبيصة ديال الملحة اختيارية. هنايا عندي خميرة حمراء وعندي تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت. تنخلطو المقادير كاملة. اللي بغى يضيف حتى معلقة ديال العسل او معلقة ديال السنيدة بامكانه يضيفها تعطي داك اللون. هنايا غادي نكبو هاديك الزيت ونصفي ونعجنوها بالماء عادي يعني الماء غير من الروبيني لان ما فيها غير من الصنوبر لان ما فيها لا خميره لا شي حاجه. وبالنسبه للعجينه ما تكونش رطبه بزاف وما تكونش قاسحه يعني بحال العجينه ديال المسمن. هاد العجينه تجي مقرمشه زوينه رطبه يعني غير حاولوا تجربوها، تجي ناجحه كانك دايره الورقه ديال البسطيله. نستمروا هكا في العجن ديال هاد المسمن ديالنا وها نتوما معايا. بالنسبه للعجينه خصنا نعركوها يعني مزيان. اللي بغى يعجنها بيدي، اللي بغى يديرها في العجانه، ولا كان عندك الوقت يعني كافي يمكن لك غير تخلطيها وديريها في واحد البلاستيكه ولا في واحد البواطه تكون تتسد مزيان وتخليها تقريبا واحد ساعه ولا ساعه ونص كانك عركتيها، تجي معروكه من داكشي.
بعد ما طلقتنا العجينه درناها كيكويرات ونخليهم يرتاحوا تما واحد 10 ديال الدقائق وندوزوا لطريقه التشكيل ديالهم. من بعد ما تيطلقوا لي تندهن سطح العمل شويه ديال الزيت وتنحاول نطلق يعني واحد الكره رقيقه حتى تيبان سطح العمل، يعني كل ما رققناها كل ما جاتنا مقرمشه بزاف. تنديروا الزيت ونجبدوا ونرقوا خصوصا دوك الجوانب، ما تنخليهمش غلاضين كاع مره. وهذا هو السر باش تجينا لا مسمن مورق مزيان ولا بحال هاد الفطائر هادو تيجيونا مقرمشين بزاف كل ما كانت يعني كل ما رققنا العجينه بزاف. دائما تنستعن بالزيت. وهنا بديت نوضع الحشوه، نوضعها غير في الجنب ديال العجين ديالي بشكل متساوي باش ما تجينيش واحد الجهه عامره بزاف وواحد الجهه رقيقه. وهنا خدينا الجراره ويعني درنا واحد الشريطات ما تنوصلوش حتى للحاشيات، غير تما في الوسط. وندوزو باش نلفو. ملي تتكون عندنا العجينه مرتاحه يعني كاع ما تتقطع لنا وتيتلف لنا يعني بكل سهوله. بقاو هكاك غاديين معاه وحنا غاديين وما نزيروش بزاف. صافي حتى تنوصلو لهاديك اللي درنا ديك الفليحات اللي درنا بالجراره، تيعطيو منظر زوين شكل حلزوني زوين. وتلويو هكا على شكل حلزونه وهداك الاخر ديالو تنديروه من التحت باش ما تيتفتح لناش، وتيكون هذا هو الشكل ديالها. يعني تيجي الشكل ديالها رائع وراقي. وهنا ناخذ كره ثانيه ونطلقوها بنفس الطريقه ديال الكره الاولى، يعني رقيقه بزاف. دائما دوك الجوانب تنطلقوهم بزاف باش ما تيجيوناش غلاضين. انا تندير هاد الصفيحه هادي تجيني على قدها العجينه، تجيني مقاده. صافي نسرحوها وتندهنوها بالزيت. دائما تنستعنوا بالزيت حيت كل ما درنا الزيت تجينا مقرمشه مزيان. ودي نديرو هنا الحشوه غير في الوسط، يعني دابا غادي نديرو الشكل الثاني. تنديرو الحشوه غير هنا في واحد الجنيب وتلفو عليها الجوانب بجوج بحال غادي نطويو مسمنه. تنجيبو هذا الجانب هذا نوليو نردو عليه الجانب الاخر. وتنبقاو غادي تنطويوها حتى تنديروها على شكل بريوة. وهنا الشكل الثالث بعد ما طلقنا يعني العجين ديالنا نديرو الحشوة هكايا في الوسط، يعني تقريبا بحال نفس الطريقة ديال الشكل الثاني ولكن غير يعني الديكور ديالها اللي مختلف. غادي نطوي عليها عاوتاني العجينه من هذا الجانب هذا ونطوي عليها من الجانب الاخر. صافي ونبقاو غادي نتلفوها بحال غادي نشكلو كرواسون. صافي غير هكايا تنقربو للاخير عاوتاني ونفتحوه بالجراره. هذوك الفتيحات ملي تيطيبو تيجي فيهم واحد الديكور رائع. صافي ونحطوها في الطاوة ديالنا اللي ندخلو الفران. بعد ما كملت العجين ديالي كامل والحشو هنايا غادي ندهنها بشويه ديال البيض اللي خلطته مع واحد شويه ديال التحميره، يعني باش تعطينا هذاك اللون الاحمر من الذهب. او البيض بوحدو او البيض ولا صوص سوجا كلهم هادو تيعطيو واحد الديكور زوين.
وهذا الشكل النهائي ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفران، يعني تيجيو مقرمشين بنانين بزاف، صالحين للغدا الكوتي، صالحين لمائدة رمضان ان شاء الله بحول الله، الله يدخلو بالصحة والسلامة. يعني روعة، تيجيو روعة بزاف وساهلين، واللي داقهم ما يعرفش بان راه غير الورقة ديال المسمن، تيسحبوا بان الورقة ديال البسطيلة. ونتمنى ويعجبوكم، ولا عجبوكم ما تبخلوش علينا باللايكات، بتعليقات محفزة، بالاشتراك في القناة، بارتاج مع الأصدقاء باش تدعموا الفائدة. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.